وعلى تدشين الفرقاطه اللي بايادي ولادنا المهندسين والفنيين والعمال المصريين. بينضم لي عبر الهاتف الاستاذ جميل عفيفي، المحرر العسكري في جريده الاهرام. استاذ جميل، اهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياه في مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. بالتاكيد انت سعيد زي بالظبط زي كل المصريين ان احنا نسمع خبر تطوير جديد بيحصل في بلدنا، بيحصل في منظومه التسليح في بلدنا، اننا بدل ما بنستورد ان احنا بنصنع بايدين ولادنا. 2100 مهندس وفني وعامل من خيرة ولادنا في ترسانة اسكندرية قدروا ان هم يعملوا فرقاطة بتتميز بأحدث التكنولوجيات الموجودة على الساحة الدولية. تفاصيل أكتر يا فندم. هو بالطبع هي حاجة يجب على كل مصري أن يكون سعيد وفخور بـ 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 بما حدث مؤخرا من تطوير وتحديث للقوات المسلحة، وأهم حاجة حصلت مؤخرا هو نقل التكنولوجيا. خلي بال حضرتك في فرق بين امتلاك التكنولوجيا، ان احنا ممتلكين تكنولوجيا عاليه في مجال التسليح، لكن نقل التكنولوجيا انها تيجي هنا مصر ويبتدي تصنع التكنولوجيا دي هنا في مصر، ده شيء مهم جدا، ودي نقله نوعيه كبيره جدا للي بيحدث. لان خلي بال حضرتك ان الفرقاطه الجديده اللي هي بورسعيد من طراز جو ويند دي من احدث الطرازات اللي موجوده في فرنسا ان لم تكن في العالم، لان هي شبحيه، يعني الرادارات ما بتلقطهاش، والاقمار الصناعيه ايضا ما بتلقطهاش، ولها قدره كبيره جدا على المناوره وتنفيذ مهام كبيره جدا. فنقل تكنولوجيا ان انت تصنع فرقاطه شبحيه، فده في حد ذاته دي طفره كبيره جدا بالنسبه لمصر، واعتقد ان دي هتفيد القوات البحريه المصريه في الوقت الحالي بشكل كبير جدا، نظرا للتهديدات اللي بتتعرض لها مصر وبتتعرض لها الحدود المصريه من الاتجاهات المختلفه، وخاصه البحر المتوسط والبحر الاحمر، وانت محتاج يعني قطع بحريه عندها قدره لتامين المنشات الاقتصاديه اللي موجوده في البحر المتوسط، وايضا القضاء على محاوله نقل الارهابيين من بعض الدول اللي هم جايين من سوريا وجايين من العراق عن طريق تركيا للوصول الى ليبيا. انت عندك القطع البحريه اللي موجوده في البحر المتوسط قادره انها تقطع او تمنع اي عمليه نقل للجماعات الارهابيه، ايضا عندك تامين المجرى الملاحي لقناه السويس، وتامين ايضا باب المندب في ظل وجود الحوثيين ومحاولاتهم ايضا للسيطره على باب المندب، وكل ده بيهدد طبعا الامن القومي المصري في الفتره الاخيره. عندك تفاصيل يا استاذ جميل اكتر عن يعني مميزات الفرقاطه دي؟ احنا بنتكلم على انها تقدر تشيل طياره هليكوبتر، تقدر تبحر لمده 11 يوم متواليين شغاله، في مميزات اكتر عندك؟ هي عندها القدرة على السرعة في الوصول إلى الهدف بتاعها، السرعة في تنفيذ المهام بتاعتها، قدرة كبيرة جدا وسريعة على المناورة وتنفيذ عمليات عسكرية صباحا ومساء في جميع الأوقات، عندها القدرة إنها توصل لأهداف في أماكن مختلفة دون أن تلقطها الرادارات المعادية. كل ده طبعا بالطبع بيمثل اضافه للقوات البحريه المصريه. انت مصر تمتلك عدد كبير جدا من القطع البحريه، عدد كبير لها، وخاصه السنوات الاربع الاخيره استطعنا ان احنا نحصل على المدمره فريم من ايضا من فرنسا، حصلنا على قطع بحريه من روسيا، استطعنا ان نحصل ايضا على قطع بحريه من كوريا الجنوبيه. هناك العديد في تنوع لمصادر السلاح المصريه في الوقت الحالي، بجانب حاملات المروحيات المسترال اللي خدناهم من فرنسا، في تنوع كبير من في السلاح في الفتره الاخيره، وخاصه في القوات البحريه، ايضا انشاء قوات الصعقة البحرية. كل ده بي 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 بيعطي القوة والقدرة للقوات البحرية المصرية، وتكون قوة ردع لأي حد أو أي دولة أو أي عدوان بيهدد الأمن القومي المصري. جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي المحرر العسكري في جريدة الأهرام، شكرا جزيلا يا فندم. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام، شيء محترم للغاية لما أنت تحس أن أنت في بلدك بتتطور التطور ده، أن إحنا بنتكلم على أن إحنا بدل ما بنستورد السلاح زي ما دول كتير جدا في العالم بتستورد، وعلى فكرة مش عيب استيراد السلاح، يعني روسيا من كبار دول العالم في تصنيع السلاح، كانت بتستورد المسترال الاثنين جمال عبد الناصر وانور السادات قبل طبعا ما ناخدهم ونسميهم جمال عبد الناصر وانور السادات، كانت بتستوردهم من فرنسا. فحتى كبار مصنعي السلاح في العالم
بيستوردوا قطع أخرى من السلاح من دول تانية، لكن إحنا أمام منظومة جديدة، أمام تاريخ جديد. إحنا بنصنع بنفسنا الفرقاطات البحرية الكبيرة، الفرقاطة اللي هي سفينة كبيرة قادرة إنها تشيل مروحية. فبالتالي قدام تاريخ جديد إن إحنا ممكن نصين حتى معداتنا بنفسنا. 2100 مهندس وفني وعامل أصبحوا بيعرفوا في التكنولوجيا، تكنولوجيا تصنيع الفرقاطات والسفن البحرية، ومش واحدة بس، لا ده احنا هنصنع إن شاء الله التانية، تم تدشينها كمان امبارح، وكمان التالتة. احنا متعاقدين قواتنا البحرية وقواتنا المسلحة العظيمة متعاقدة مع فرنسا على 4 فرقاطات، واحدة استلمناها من فرنسا وتلاتة هيتم تصنيعهم في الترسانة اللي موجودة في اسكندرية، الترسانة العظيمة بالتأكيد، واللي واحدة ورا التانية هنبقى إن شاء الله من كبار دول العالم بحريا في التصنيع. احنا دلوقتي طبعا من الكبار في المكانة، لأن قواتنا البحرية رقم 6 على مستوى العالم وبتسبق دول عظيمة في المكانة دي، لكن لما ندخل في التصنيع ده منحنى تاني خالص. وزي ما قلت لحضراتكم لازم نربط ما بينه وما بين التصنيع المحلي والمصانع اللي موجودة في قطاع الأعمال العام.